أثار التعديل الوزاري الأخير الذي جرى في حكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، والذي شمل حقائب وزارية بينها ثلاثة على الأقل من جماعة الإخوان المسلمين، جدلاً واسعاً حول قدرة هذا التعديل على العبور بمصر من عنق الزجاجة التي تمر به حالياً. وأكد رئيس الحكومة هشام قنديل أن الرئيس محمد مرسي على أهمية العمل الفوري وسرعة تحقيق إنجازات على الأرض، مشيرا إلى ضرورة تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. ويرى عدد من الخبراء السياسيين أن الحكومة الجديدة تفتقد معايير القدرة على تغيير الواقع المصري ومواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه مصر حاليا، فضلا عن غياب الإرادة السياسية وتعدد الحسابات التي ستعوق أداء الحكومة وتمنعه من التعامل باستقلالية مع الأزمات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وينظر للتغيير الحكومي على أنه يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين مستمرة في نفس النهج ونفس السياسة، ومصرة على نفس النهج في إقصاء الآخر والسعي للانفراد بالقرار والحكم. ويرى الشارع المصري أن هذا التعديل الوزاري الأخير لن يساهم في حل الأزمة المتفاقمة في مصر، ولن يحرك الأمور المعقدة في البلاد قيد أنملة، لأن القيادة السياسية تفتقد للإرادة للتوافق مع أطياف الشعب المصري. ومن جانبها، أكدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أن المشكلة الأساسية التي تواجهها مصر أنه ليست هناك استراتيجية محددة ولا رؤية واضحة ولا برنامج يمكن الاطمئنان إليها، والسياسات تستمر كما هي.